عقدنا ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على ما يحصل في منطقة الهويدية، اللي الأهالي يدخلوا في اعتصام مفتوح، واليوم يقاربوا على شهرين معناها من اعتصامهم، في ظل تلكؤ وتواصل تلكؤ ومماطلة السلطات الجهوية. إلى حد الآن ما ثم حتى بوادر وتعاطي بشكل جدي لفك هذه المظلمة اللي يعيشوها الأهالي. احنا مازلنا معتصمين، مازلنا في اعتصام مفتوح، اعتصام جوهري. احنا حاجتنا بهذا المقطع تسكير نهائيا، غلقه نهائيا مدى الحياه. احنا مازلنا متشبثين بارضنا بفلاحتنا بالماء، احنا نحب عيشه كريمه، حياه نظيفه، ما حاجتنا حتى باي حاجه. احنا فلاحه صغار نعيش بسواعدنا، نعيش بفلاحتنا، نعيش بارضنا. قابلنا معناها لمرة واحدة معناها والي جندوبة، وكنت قابلته أنا شخصيا لمدة أقل معناها ممكن حتى من دقيقة واحدة. معناها أول ما دخلت وكنت وصلت للوم الأهالي معناها على تعاطيهم في تعاطي السلطات الجهوية مع المعتصمين وفي مطلبهم الشرعي، وإلا وبدأ معناها والي جندوبة يسيح ويعيط ويقول لي أخرج علينا، ماكش متربين، وقت اللي تتربوا أرجعوا وأحكوا معانا. هكا معناها كان رد السلطة، وهكا كان تعاطي السلطة الجهوية مع الأهالي. عملنا جلسة مع الوالي بالسيف ساعة باهي، عملناها حبينا نستفسر، قلنا له شنو عملت كذا، قال لي رانا نحن اللجنة هي اللي تسند الوحدين الرخص إلى آخره، واحد كل شيء، وراني باش نعاقبوه وندر شنو وكذا. قلنا له شبيك ما عملتش توضيح يوضح، أو ثم اعتصام ودنيا وإعلام وكل شيء، وضح، أعمل سيدي توضيح كولاية، شنو أنت رئيس اللجنة هذه، ما هو اللجنة تترأس أنت. تو ما ثماش، تو 15 يوم هذا انا نسالوا علاش. كنا رفعنا المظلمه هذه معناها من 2013 الى السلطات الجهويه، اولها معناها معتمد طبرقه، الى يومنا هذا معناها 2020 ما زال اهالي الهويديه يدافعون لافتكاك حقهم في الحياه وفي التواجد على ارضهم اللي عمروها منذ اكثر من 350 سنه. انا رجعت نشك في كل شيء، هنا تجي شبهات الفساد. ما معنى الفساد؟ الفساد أن تعطي لشخص حاجة مخالفة للقانون، هو يخلق في القانون، القانون مش يقول؟ يقول إذا ثم ضرر يلزم أوبليغاتوار ما يصلحوا الساعة، سواء كان تعطيه رخصة ولا ما تعطيهش، هو التو ما صلحوش ساعة عفرة قد شكون يعرف عليه، كي تيحوا فيها عباد، تيحوا فيها حيوانات، تيحوا فيها كذا، هذه على حساب شكون؟ هذه ناس ماهيش طالبة تنمية أو ما إلى ذلك، هذه ناس معناها معتصمة للدفاع ولافتكاك حقها في الحياة. احنا طالبين حياة سليمة، حياة كريمة، ونحب نعيش أحرار.